بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مرحبا بكم سيداتي وسادتي في هذا اللقاء مع جريدة بريس تطوان. نرحب بجمهور بريس تطوان وبالجمهور الكريم في هذا الموضوع الذي يطرح نفسه بإلحاح، موضوع كيفية التعامل مع تنامي ظاهرة العنصرية في الغرب وأثره على الجالية الإسلامية، وكيف تتصرف هذه الجالية، ما هي الوسائل التي يعني الجالية ما هي الوسائل التي يجب أن تستعملها لكي يعني تتعامل مع هذه الموجة من الحملات العنصرية، والتي تظهر بأنها بحسب تقديري أنها ستبقى مستمرة، خصوصا مع الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة التي تمر منها البشرية حاليا منذ أزمة 2008، الأزمة المالية المعروفة والتي انعكست على يعني جيوب المواطنين على الصعيد الأرض كلها، والبشرية تعيش ظروف استثنائية مع إضافة يعني انتشار الوباء الحالي، ازدادت هذه المشاكل. وبالتالي فستعرف طبعا جميع الدول الغربية تنامي يعني لمشاكل اجتماعية وعلى يعني فوقها مشاكل عنصرية، فكيف يتعامل المسلم داخل يعني هذه الظروف الصعبة؟ كيف نواجه هذا يعني التطور الذي والله اعلم اظن انه سيبقى هكذا تطور يعني قار في تنامي العنصريه، كيف سنواجهه بسلوك اخر، سلوك كذلك مستقر يعني ينبني على يعني دراسات علميه، ينبني على واقع، ينبني على معطيات سبقت يعني للتعامل مع يعني مثل هذه الحركات العنصرية. نحن في الغرب عموما نختلف يعني ويختلف تصرفنا بحسب تموضعنا يعني داخل البلد الغربي. فالمسلمون في إسبانيا مثلا ليسوا هم المسلمون في يعني ظروفهم ليست هي الظروف التي توجد في فرنسا، وليست هي الظروف التي توجد في بريطانيا، وليست هي الظروف التي توجد في كندا وفي أمريكا. وقد زرت يعني معظم هذه العواصم، و يعني هناك رغم هذا الاختلاف في الظروف يمكننا أن ننطلق من سلوك حضاري، سلوك حضاري موحد. أولا هذا السلوك ينبني على معطيات اجتماعية، ينبني على معطيات أمنية، وينبني على معطيات ثقافية. لابد لنا أن ننظر إلى هذا الموضوع من هذه الجوانب. الناحية الاجتماعية وهذا أساسي، يعني العمل يعني الاجتماعي، التموضع الاجتماعي داخل الغرب في الحقيقة تحكمه نظرة الغربي إلى هذا المهاجر، هذا الرجل المهاجر الذي جاء إلى الغرب يلتمس يعني شغلا، ولكنه جاء بحمولة، جاء بحمولة. فعموما نحن ننسب هذا المهاجر إلى الإسلام، لكنه في الحقيقة يعني الذي رأيناه في شوارع برشلونة من اعتداء يعني العديد من شرع، لا أقول الجميع، أنا لا أعمم، ولكن هناك اعتداء حقيقي يعني لأطفالنا على أطفالهم، لأطفالنا على شيوخهم. يعني هناك موجة يعني من البشر تتاجر في المخدرات وفي يعني اللا أخلاقي واللا قانوني، يعني تصرفات غير قانونية. فأول شيء يعني يجب، وهذا يمكننا أن نعممه بشكل يعني تدريجي على يعني على تصرفنا، لكن يعني في باحتياط، لأن العديد ممن وردوا إلى الغرب وردوا كذلك من
دول مختلفة، ويعني اصطحبوا معهم هذه الحمولة يعني من دولهم إلى دول الغرب. وبالتالي فهناك من كان في منطقة تزرع الحشيش فنقل نفس يعني التصور، نفس السلوك الذي كان عنده، فهو يقول أنا مسلم ويرتاد على المساجد، لكنه في الحقيقة يعني يفسد المجتمع من خلال تصرفاته. إذا هذا السلوك الاجتماعي سلوك غير مقبول الآن. لماذا؟ خصوصا الآن. الآن يجب أن حقيقة أن يتغير سلوكنا، لأن الظروف ليست هي الظروف، كانت الظروف تقبل بوجود هذا التعدد، لكن مع الأزمة المالية الحالية يعني سنجد مزيدا من التطرف في اتجاه يعني الكل في الحق، ليس فقط في اتجاه هذا الفرد أو هذه المجموعة الصغيرة التي تقوم بهذه السلوكات الغير مقبولة داخل مجتمعنا في الداخل وفي الخارج، لكن مع هذه الأزمات المالية المتكررة ومع أزمة الوباء المتواجدة الآن لا بد لنا من أن نغير سلوكنا. فالاعتراف بالذنب هذا هو أول طريق، لا بد أن نعترف بأننا نحن داخل الغرب يجب أن نغير من سلوكنا، يجب أن ننضبط بالقوانين التي تتواجد، وهي معظمها قوانين حضارية يعني تتناسق مع الشريعة الإسلامية، تتناسق مع جوهر الدين، لأن الغربيون أخذوا حضارتهم منا من الأندلس، أخذوا حضارتهم من الدولة الأموية، من الدولة العباسية، من الدول الإسلامية المختلفة، فأخذوا حضارتهم وقاموا بتنميتها، ومعظم العلماء الآن يقولون هذا ويعترفون بهذا، يقولون بأن يعني القواعد العلمية للحضارة الغربية توجد عند المسلمين، هم الذين فصلوا مع الإغريق، فصلوا مع الفكر اليوناني، وأقاموا العلوم عن طريق التجربة، وعلموا الغرب النظافة يعني عن طريق نشر الحمامات في هكذا كان أجدادهم، نشر الحمامات في الأندلس، وانطلقت الحضارة من الأندلس إلى غيرها من الدول الغربية. فيجب أن نحمل هذا يعني هذا السلوك الحضاري الذي حمله آباؤنا، يجب أن نبحث عن كيف كان أجدادنا، وكيف نقوم بحمل هذا السلوك الحضاري الاجتماعي داخل يعني الدول الغربية عموما، ليس فقط في إسبانيا أو في فرنسا، عموما. أنا عشت لفترات متقطعة مع الغربيين، وكنا نتبادل الكسكس يعني في يوم الجمعة، عندما يعني نطعم الكسكس نطعم معنا الجيران، وربطنا علاقات متميزة معهم وعلاقات حوار كثير جدا. هذا من الناحية الاجتماعية، لابد لنا من تغيير السلوك. ليس أنت يعني تفسد في الأرض عندما تقول كلام وتقوم بكلام يعني في سلوكك يعني بسلوك مغاير، هذا غير مطلوب، والله سبحانه وتعالى يعني سيعاقبك على يعني كن متيقنا أنك يعني ستلقى جزاءك إن كنت بهذا يعني تقوم بهذا السلوك. يعني كذلك نحن مطالبون الآن في جو الأزمة المالية العالمية، مطالبون على الصعيد يعني العالم الإسلامي كله بأن نتوب إلى الله، أن نعود إلى القوانين، أن نطبق القوانين فيما بيننا، أن نحترم حقوق الإنسان، وإلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ننتظر يعني وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فضاقت وبال أمرها. أنا أعوذ بالله من هذا الأمر، يعني لابد لنا من أن نعود إلى الاستقامة على المستوى الفردي والجماعي، هذا على المستوى الاجتماعي. على المستوى الأمني لاحظت كذلك بأن عندما ندخل إلى المساجد في أوروبا وفي أمريكا فإن ظهرنا يبقى يعني غير محمي بالنسبة للمتطرفين، وهذا يمكن أي متطرف من أن يأتي المسجد وأن يقتل ما يشاء يعني وأن يمارس إرهابه يعني بشكل حر. ورأيت نموذجا يعني اقترحته على الإخوة في برشلونة، وفي الحق أنا أخذته يعني رأيته في كندا. هو هناك بعض المساجد قامت بتركيب مفاتيح ديجيتال، يعني مفاتيح تعمل بالبصمة، ما هذه المفاتيح يسجل فيها جميع المصلون الذين يريدون على هذا
المسجد، وبالتالي عندما يدخل الواحد يقفل الباب وراءه مما يمكنه من حماية المسلمين. لا بد لنا أن نقيم، يعني الآن تقام الجمعة، الجمعة في الغرب يجب أن تقام الجمعة لكن بحماية. لا بد لنا من أن يكون البعض يحرص ظهرنا ونحن نقيم الجمعة في العالم الغربي، هذا أمر جلل يجب أن يعني أن نقوم به. ثم يعني من ناحية الحماية من المرض على المستوى الوبائي، لابد لنا كذلك من أن نمتثل يعني في الأماكن المزدحمة أو في أماكن الاختلاط وفي علاقتنا تعاليم الإسلام التي علمها للغرب كله ليس فقط للمسلمين. من ناحية الأمن الصحي لابد لنا من أن نلتزم معالم الإسلام في احترام الحجر الصحي يعني بالطرق التي يبينها العلماء، الطرق التي يبينها الأطباء، ونتتبع آخر ما يقولون ونمشي عليه. هذا يعني في هذا من روح إسلامنا. ثم أخيرا الجانب المحور الأساسي، المحور الأساسي كذلك من بين المحاور هو المحور الثقافي. أنا عندما أصعد في الأوتوبيس في لندن يعني أرى الكل يعني يأخذ كتاب يقرأ كتاب، الكل يقرأ الكتاب، كل فرد بيده كتاب بدون استثناء إلا إذا كان يعني قادما من أحد البلدان العربية، يعني مع الأسف يعني والقليل منهم طبعا الذي لا يفعل هذا. وبالتالي رأيت هذا في يعني في عدة عواصم، وهذا يجب، هذا من حضارتنا، نحن الذين علمنا هؤلاء الناس أن يقرأوا الكتاب. فأنت إذا لم تقرأ ولدك يعني اليومي من القرآن، خذ القرآن معك في الأوتوبيس، خذ نشر الدعوة الإسلامية أيها الإخوة، أساسي، أصبح أساسي. لابد للآخر أن يفهمك، أن يفهم عقليتك. لابد لنا من أن نقدم الإسلام في أبهى حلله، وهي يعني الكسوة العلمية. لابد أن يعني نتعاطى لمادة الإعجاز في القرآن والسنة وبجميع محاورها، أن نفهمها أولا، الإعجاز البياني، الإعجاز التاريخي، كيف ذكر القرآن أمم لم تذكرها الكتب الأخرى، وأحداث لم تذكرها الكتب الأخرى، وشخصيات لم تذكرها يعني كتب أخرى سماوية، منها ما ذكره الدكتور موريس بوكاي رحمه الله، أو يعني معطيات تاريخية لم نكتشفها إلى القرن العشرين. الإعجاز الاقتصادي، الآن العالم يعيش الأزمة المالية الاقتصادية ويبحثون عن الحلول الإسلامية، يجب أيها المسلم أن تكون أنت قادرا على أن تعطي البديل الإسلامي، ابحث عنه وقدمه يا أخي باللغة التي تعاشر بها القوم. ثم الإعجاز التشريعي، عندهم يعني كثرة الاغتصاب، يعني تفسق اجتماعي، عندهم يعني تضارب مع الواقع بين القوانين الاجتماعية والواقع، يعني لا بد لك أن يعني وأنت تقيم في الغرب أن تعلم هذا الإعجاز التشريعي. ما هي أوجه الإعجاز التشريعي الذي أدت به يعني مستشار الرئيس الأمريكي السابق الدكتور روبرت كرين أن يقول بأن الإسلام هو الحل؟ لا بد لك، يعني أنت مسلم، أنت لا بد تبحث عن هذا، يعني أو يعني يمكنك أن تدخل إلى مواقع وضعتها من أجل هذا الأمر، وأن تكتسب هذه الخبرة وتنقلها باللغة التي تتقنها وداخل المجتمع الذي توجد فيه. إذن فأنت الذي تمثل، أنت السفير الإسلام في الغرب. لا يعني غير مقبول منك أن تكون فاسدا، غير مقبول منك أن تكون فاسدا، أن تعطي صورة ربنا ولا تجعلنا فتنة للذين ظلموا. يجب أن لا تكون فتنة للظالم، هذا خط مستقيم ينبني على كما قلت يعني عمل وسلوك اجتماعي، ينبني على عمل يعني علمي يرتكز على مادة الإعجاز، وينبني كذلك على يعني مقاربة أمنية. لا بد للمسلمين أن يعني أن يحموا أنفسهم داخل هذا الجو العالمي الذي يعني سيمشي حتما نحو الإسلام، لأن الإسلام هو الوحيد على الصعيد الأرض، هو الذي يشكل الحضارة. والغربيون بما أنهم يدرسون ويقرؤون كثيرا فإنهم سيعودون حتما لهذا الدين، لأنه الوحيد بعد انهيار
الاتحاد السوفيتي بعد انهيار النظرية التي تحكم بها الصين الشعبية بعد انهيار الآن الانهيار الذي نراه الآن في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي، من أنهم بحثوا عن عدة حلول دائما في دورتهم بين الركود والخروج من الركود، الآن دخلوا في ركود بدون خروج. فجميع النظريات على مستوى الغرب فشلت، وأنت أيها المسلم مطالب بأن تعرف هذه النظريات وأن تقدم يعني للبشرية في إطار التعايش. أعيد، في إطار التعايش، لأن الله عز وجل يقول ليسوا سواء، يعني يتكلم عن اليهود ويقول ليسوا سواء، اليهود ليسوا سواء، منهم يعني الذين يعني يفسدون في الأرض فسادا، ومنهم يعني الذين ليسوا فاسدين، يعني يجب أن نتعامل معهم، يعيشون حياتهم يجب أن نتعامل معهم. وكل يعني علماءنا الأفاضل يعني في من السلف الصالح تعاملوا مع جميع الفرق وقاموا بحمايتهم، وكانوا يعني يستردونهم من بين الأسرى الذين كانوا يؤسرون من المسلمين وغير المسلمين ومن المجتمع المسلم. يجب أن نعود إلى رشدنا، يجب أن نعود إلى تاريخنا، يجب أن نعود إلى ديننا، وأن نقدم نموذج آخر، لأن الواقع لن يرحمنا بعد الآن، لابد لنا من العودة إلى ديننا بالشكل الذي يراه ديننا وليس بالشكل الذي نراه نحن. أقول قولي هذا، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وحبيبنا عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.